أشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والمملكة المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار والازدهار منوها سموه بما وصلت إليه العلاقات البحرينية البريطانية من تطور وتميز تجسد ذلك من خلال عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكتين الممتدة لأكثر من قرنين ما أسهم في تعزيز أطر التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة خاصة التعاون الدفاعي والأمني الذي أسهم في دعم واستقرار المنطقة جاء ذلك لدى لقائه سموه حفظه الله بحضور عدد من كبار المسؤولين سعادة السيد بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني بمناسبة مشاركته منتدى حوار المنامة حيث أكد سموه أن العلاقات البحرينية البريطانية في تنام مستمر عكسته عمق تلك العلاقات التي اسهمت في بلوره الرؤى المشتركه بين البلدين الصديقين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء بحث سموه مع السيد جونسون، بحث مختلف القضايا على الساحتين الاقليميه والدوليه والجهود المبذوله المستمره في مواجهه التهديدات الاقليميه. بما يحفظ امن واستقرار دول المنطقه وحمايه المصالح الامنيه المشتركه ووضع الحلول الناتجة حاتي بل الحلول الناجحه لمحاربه الارهاب بكافه اشكاله وصوره كما تطرق الى اهم الموضوعات المدرجه على جدول اعمال حوار المنامه